مرحبا بك دكتور. اهلا، مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين. في ظل اشتعال المعارك ما بين الجبهات المختلفة في أوكرانيا، هناك محاولة كما تابعنا من الدول الإفريقية من أجل تسوية هذه الأزمة وطرح يعني مبادرة لتسوية هذا الصراع. أولا، كيف قرأتم مخرجات هذه الجلسة والمحاولات لإنهائها؟ يعني هذه ليست المحاولة الأولى دولية من أجل السعي إلى اتفاق أو إلى بدء الحوار ما بين روسيا وأوكرانيا، وللأسف كل المبادرات التي طرحت إن كانت الصينية منها أو الأندلسية أو التركية أيضا أو حتى من الأمم المتحدة عبر مسألة نقل القمح، كل هذه المبادرات رفضت من الأنجلوساكسونية، رفضت مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية وحكما ترفض من قبل أوكرانيا. كل هذه المبادرات روسيا وافقت عليها أيضا مباشرة دون الدخول في التفاصيل. المبادرة الصينية عندما قال الرئيس بوتين نحن نوافق، قال الرئيس الأمريكي لا نوافق إذا الرئيس بوتين وافق. المبادرة في مينسك عندما بدأت تصل إلى إمكانية حلول، قام النظام في كييف بقتل أحد المفاوضين الأوكران لأنه بادر إلى طرح أفكار تساعد على الحل، وهكذا دولين. فلذلك نرى أن هذه المبادرات لا يمكن أن تنتج حلا إلا بالحوار مع الولايات المتحدة والمملكة البريطانية، يعني مع الأنجلوساكسونية. كييف لا تحل ولا تستطيع أن تتخذ قرارا بالحوار أو بالمفاوضات أو حتى بالحرب، الذي يتخذه هو في واشنطن وفي لندن. روسيا موافقة، عليهم أن يأتوا بالموافقة من هاتين الدولتين. طيب، زيارة بلينكين إلى الصين من أجل إغراءها باتخاذ موقف حيادي، البعض قال بأنه من أجل عزل يعني روسيا دوليا، كيف قرأتم هذه المحاولة؟ يعني كل محاولاتهم على مدى سنة ونصف لم تؤدي إلى عزل روسيا لا اقتصاديا ولا سياسيا، بالعكس تماما زادت الدول التي تدعم الموقف الروسي أو على حياد، وهي كانت تصطف إلى الجانب الأمريكي كما أغلب الدول العربية، وهذا يعتبر إيجابي لروسيا لأن أفكارها فعلا تتماشى وطموحات هذه الدول. وكل هذه الدول في العالم العربي وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تنتظر انتصارا روسيا لتعلن انتمائها إلى العالم الجديد، هذا العالم الذي يتشكل متعدد الأقطاب بعيدا عن التدخل والهيمنة. بالنسبة للصين هناك خيار لم يترك لها غيره من قبل الولايات المتحدة، هي أن تكون إلى جانب روسيا، لأنها تعرف إذا خسرت روسيا في اليوم التالي ستخسر الصين وتنتهي الصين، ولذلك لا مجال إلا أن تكون مع روسيا. وبالتالي هل انضمام الصين بشكل علني مع روسيا قد على سبيل المثال يعني البعض بيقول إن هو يكبر الجانب الغربي يعني المفاوضات أو الانضمام إلى المفاوضات دكتور مسلم؟ يعني بشكل علني الصين ليس مطلوب منها أن تعلن موقفا متحديا لأحد، لأن العلاقات التي تبنى بين الصين وروسيا وما بين روسيا ودول البريكس هي على خلفية لا تحدي لطرف آخر وليست ضد طرف ثالث، ولذلك ما تقوم به الصين مقبول ويعتبر إيجابي ضمن العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين، ليس مطلوبا أن تقف وتشهر هذا الدعم لروسيا. كل ما يجري هو في إطار الاستراتيجية وتنسيق العلاقات ورفعها إلى مستوى عال، وكان واضحا عندما زار الرئيس الصيني موسكو منذ أكثر من 3 أشهر، قال أننا نحن سندافع عن العالم من أجل استقلال الدول وسيادتها، وهذا واضح تماما أن هذا الموقف الصيني لن يتغير مهما استعملوا من حملات إعلامية تضليلية ضد الصين أو ضد روسيا. طيب، هل من الممكن أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق أي نوع من التقدم
مستقبلا في القضايا المتعلقة بالقضايا الإنسانية دكتور مسلم؟ القضايا الإنسانية روسيا دائما كانت سباقة، وسمعتم كثيرا وتحدثنا كثيرا عن صفقة القمح. صفقة القمح روسيا وافقت عليها، هم أخلوا بها. الشق المرتبط بروسيا لم يسمحوا له بتصدير القمح، أخذوا القمح الأوكراني على خلفية أنه سيصدر إلى دول العالم الثالث والفقيرة، أخذوه إلى مزارع الخنازير ليطعمونه ويبعدونه عن الفقراء. هذه هي سياستهم، ومع ذلك روسيا وافقت ومددت عدة مرات هذه الاتفاقية وخدعوها لروسيا. وهذه للأسف روسيا تخدع دائما نتيجة لحسن النية التي تمارسها في علاقات. يعني هي من الأساس معظم المبادرات التي طرحت المتعلقة بنقل القمح هي رفضت من الجانب الأمريكي والجانب أيضا الأوكراني. نعم، هم واضح تماما ما يسعون إليه، إلى اتهام روسيا بالأزمة التي هم افتعلوها. القمح الأوكراني قبل الاتفاقية سرق عبر أوروبا، وما تم بالاتفاقية أخذ عبر إسبانيا إلى مزارع الخنازير، ويقولون أن روسيا لا تصدر القمح، وهم يمنعون على روسيا تصدير قمحها، لأن هناك حتى الآن في العالم شركات التأمين التي تتولى تأمين البواخر هي في لندن. لندن لا تؤمن للبواخر المنتقلة من روسيا، وهذا يتطلب وقت لإنشاء منظمات متوازية تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وأعتقد ستصل إليه روسيا، وعندها لن تكون بحاجة لا إلى مفاوضات ولا لإذن منه. طيب، يعني البعض بيقول أنه الأزمة أو يعني الأزمة أساسها ليس ما بين روسيا وأوكرانيا، ولكن ما بين روسيا والغرب. هل نتوقع بأنه المسرح قد يمتد من أوكرانيا إلى دول أخرى تشمل مسارح أخرى إذا يعني بقي هذا التعنت ما بين الأطراف المختلفة؟ يعني نلاحظ أن بشكل علني وجهارا يقولون سنسلح أوكرانيا، ويرسلون الأسلحة بكل أشكالها، ويقومون بعقوبات اقتصادية ضد روسيا، وبعقوبات سياسية، وبحملة إعلامية. تمارسها من يمارسها؟ يمارسها الغرب مع 30 دولة لا تتمتع بالاستقلالية. هذه الدول التي فقدت استقلاليتها هي التي تمارس الحرب ضد روسيا. أغلب دول العالم في العكس، لكن روسيا تتوقع أن المعارك قد تتمدد إلى مناطق أخرى، ولذلك لم تعلن الحرب في أوكرانيا، لأنها تتخوف من أن الحرب ستكون في مناطق أو في جبهات أخرى، وهي تستعد لذلك. ما يحدث في بيلاروسيا هو جزء من الاستعداد لكي لا يتدخلوا هناك ويهاجموا هذه الدولة المسالمة، والتي هي تتحدى الغرب برأيهم بعلاقاتها الجيدة مع روسيا. طيب، يعني أنتم في سان بطرسبرغ الآن، ما هي الأصداء وردود الفعل المتعلقة عن هذا الاجتماع، عن هذه المحاولات الإفريقية؟ لأي مدى هناك تعويل على هذه المبادرة؟ الموقف الروسي الشعبي والرسمي منه يؤيد عاليا المبادرات التي تقدم للحل، وخاصة إذا كانت تأتي من الدول العربية. لما للدول العربية من علاقة مميزة مع روسيا؟ يعني المؤتمر الاقتصادي أو المنتدى الاقتصادي الدولي السنة كان ضيف الشرف الإمارات، السنة الماضية كانت مصر، وقبلها كانت قطر، وهذا دليل على مدى صداقة روسيا والعالم العربي. ورحبت روسيا بهذه المبادرة، واستقبلهم الرئيس بوتين اليوم وهم يستكملون المباحثات، وكان هناك يعني استقبال حاشد وترحيب بهذه المبادرة. لكن للأسف هذه المبادرة ليس فقط روسيا أن توافق، الطرف الآخر يجب أن يوافق. أوكرانيا أعلنت وقالت بأنها غير جاهزة للمفاوضات إلا بعد خروج القوات الروسية من أراضيها. هذه ليس موقف أوكرانيا، هذا موقف الأنجلوساكسونية. أوكرانيا فقط عليها أن تذيع البيان، أن تدلي البيان. البيان يكتب في لندن أو في نيويورك ولا أو في واشنطن عفوا، لا علاقة لأوكرانيا بكل ذلك. لكن الاحترام من قبل الدول الأفريقية والعربية وغيرها للكيان الأوكراني دفعهم إلى زيارة كييف، لكن كييف أفشلت هذه المبادرة كما أفشلتها بولونيا. ما بولونيا ادعت أن هناك مشكلة في المطار وأعاقت وصول الوفد في الوقت المناسب، 12 ساعة انتظروا، نتيجة أوهام وأكاذيب استعملوها
هم والأوكرانيون بإطلاق صفارات الإنذار وكأن الصواريخ الروسية تطلق. هذه أصبحت معروفة، هذا السيناريو وهذا الفيلم البشع جدا، كل ما زار أحد كييف يطلقون صفارات الإنذار ويدعون أن روسيا تقصف. أعتقد هذه أصبحت ممجوجة هذه الروايات. يعني البعض بيقول يا دكتور أنه الغرب لا يأتي يعني بمبادرات شخصية ولكن يأتي من خلال الإجبار. ما الذي قد يجبر الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب على الجلوس لطاولة المفاوضات؟ تغيير موازين القوى على الأرض فقط العسكرية. سياسيا فشلوا، اقتصاديا فشلوا، إعلاميا هم ناجحون. حضرتك يعني تقصد بأنه إنهاء هذه الأزمة عسكريا؟ تغيير موازين القوى، كسر القوات الأوكرانية في المناطق الموجودة فيها حاليا والتقدم في الداخل الأوكراني قد يدفع إلى المفاوضات، وإذا لم يستطيعوا الاستمرار بالهجوم. لكن روسيا استعملت الأسلوب الآخر، هو استنزاف الغرب في أوكرانيا، وهذا ما يحصل، وأنتم تشاهدون التقنيات الغربية كلها تدمر على الجبهة. فأعتقد سيقتنعون قريبا بعدما يعرفوا أن كل أسلحتهم لن تنفع إلا للدمار والقتل. ولكن البعض يعني يذكر بأنه التلويح المتكرر باستخدام الأسلحة النووية أو الأسلحة المدمرة قد يجبر الأطراف الأخرى للجلوس من أجل تسوية هذا النزاع. رأي حضرتك إيه؟ هم يعرفون أن روسيا لن تستعمل الأسلحة النووية، ولكن البعض يعتبروا أنه هذا إنذار لا يستهان به. نعم نعم، هم يعرفون حسن النية الروسية ولذلك يرسلون الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا. لو كانوا يعرفون أن روسيا ستقوم باستعمال الأسلحة التكتيكية كانوا منذ فترة طويلة وقفوا على المفاوضات. هذه مشكلة روسيا، حسن النية بالتعاطي مع الآخرين. روسيا حتى الآن تسميهم شركاء وهم يقيلون إليها كل أسباب وكل الخسائر الاقتصادية والسياسية والإعلامية من الكذب الذي لم يسبقه البشرية، وتعميم ما يسمى متناقضا مع القيم الروسية، تعميم اللواط والسحاق ويسمونه مثلية، وروسيا ترفضه في قانونها وفي دياناتها الإسلامية والأرثوذكسية. هم يمارسون كل ذلك بوقار. دكتور مسلم، شكرا جزيلا دكتور مسلم شعيت، مدير مركز الحوار الروسي العربي.